إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي يشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش مع الحصيلة اليومية متابعين الأوفياء. والحصيلة كما أعلنت عنها وزارة الصحة مساء اليوم عن إصابة عدد الإصابات اللي وصلت اليوم حسب وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية بطبيعة الحال المتابعين الأوفياء. 223 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وبهذا الحصيلة كترتفع إلى 946766 حالة منذ بداية الوباء بالمملكة المغربية. وأفادت نفس المعطيات عن وفاة السادية الوفيات الجديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 14669 حالة وفاة. أما فيما يخص عدد حالات التعافي فقد سجلت 317 حالة شفاء إضافية ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 927745 حالة شفاء منذ بداية الوباء. نعطيكم توزيع جغرافي للحالات الجديدة وكذا الوفيات حسب كل جهة. جهة الدار البيضاء أسطات 93 حالة وحالة وفاة. جهة الرباط صلى القنيطرة 77 إصابة وجوج ديال الوفيات. جهة طنجة تطوان الحسيمة 14 حالة صفر وفاة. جهة الشرق 13 حالة وصفر وفاة. جهة فاس مكناس 5 ديال الإصابات. جهة مراكش آسفي 4 الإصابات وحالة وفاة. جهة بني ملال خنيفرة 5 الإصابات وصفر وفاة. جهة سوس ماسة 4 ديال الإصابات. جهة العيون الساقية الحمراء 3 الإصابات وحالة وفاة. جهة قلميم ودنون 3 ديال الإصابات. وأخيرا جهة الداخلة والدام إصابتين وحالة وفاة. هذا هو التوزيع الجغرافي متبعي الأوفياء لقناة شوف تي في حسب وزارة الصحة. بطبيعة الحال الحمد لله أن مدينة العرائش خالية من الفيروس خلال 24 ساعة الماضية، أن المدينة ما تجلد فيها عدد الإصابات. طلب الله السلامة أكيد متبعين الأوفياء، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يرفع لنا هذا الوباء باش نرجعوا للحياة ديالنا الطبيعية. أكيد نتمنى أننا نرجعوا ونعيشوا هانيين بطبيعة الحال. عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات بدات كتنخفض تدريجيا، نتمنى من الله أن تزيد تنقص وتنعدم الإمالات، تنعدم عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات. بغينا أكيد نرجعوا للحياة ديالنا الطبيعية. إذا توهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة وكذا السلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية.